دول الشيكات اللي عليك ليا. دول يعملوا لهم حوالي 180 ألف دولار. روني ميتال عرض عليا إنهم ياخدهم مني ب 100 ألف دولار. بس أنا ما رضيتش أبيعك لراجل حقير زي ده. شوف يا رافي، الفلوس دي ممكن تحل لك مشاكلك كلها. تسدد الديون بتاع روني ميتال، تسدد فوائد القرض اللي أنت واخده من البنك، والشيكات دي أنا مش عايزها. خليها لك. ايه رايك؟ مش كده تتحل كل مشاكلك وتسافر، يسيب اسرائيل، تطلع بره، تبتدي حياه جديده، تعيش الحياه اللي انت عايزها. سنجي، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. انت بتتكلم جد؟ انت عمرك شفتني بتكلم كلمتين؟ انا دايما اتكلم كلمه واحده. بس انت هتعمل معايا كده ليه طيب؟ شوف يا رافي، انت هتاخد الحاجات دي كلها وانا هنقذك من السجن. مش طالب منك غير حاجه واحده، حاجه صغيره كده. تحت امرك سنيكي، اي حاجه. فلاشه. فلاشه بتاعت ايدي؟ فلاشه الصغيره اللي كانت معاك دي. انا عايز فلاشه عليها السيستم الامني اللي انت مصممه لبنك لي ومي. يا بدك تبقى فلوسي محبوسه جوه وانا بقى بره. أكيد مجنون مش فلاجي. أنا أعقل واحد ممكن تقابله. أنت عايز تسرق بنك ليه ومين؟ أنت كده بتنتحر. ما أنت كنت عايز تنتحر وبلاش. دي فرصة ذهبية ليك. تهرب من الكآبة والاضطهاد اللي أنت موجود فيه. وتاخد لك 2 مليون دولار وتطلع على بره تعيش ملك. هتدخل إزاي طيب؟ أدخل إزاي دي بتاعتنا. أنا اللي عايزه منك تقولي بعد ما أدخل أمشي إزاي؟ أروح فين؟ وأنت طبعًا اللي مصمم السيستم الأمني بتاع البنك، وأنت الوحيد اللي ممكن تعطله. أنا عايز عملية هادية نظيفة، ها؟ نخش ناخد الفلوس سكيتي ونخرج سكيتي. يا خيام! النهاردة يا جماعة إحنا بنحتفل بأدون ناجي حفلة وداع. أدون ناجي سيب تل أبيب ويرجع على كايرو علشان كده كله يشرب على حساب المحل. على فكرة العزومة دي تتحط في موسوعة جينيس. ليه مستر ناجي؟ دي حاجة بسيطة. أول مرة واحد يهودي يعزم حد على حاجة من أيام وعد بيلفور. لا خير. لا خير. أدون كارمي أفيلي خاما شيغولي شتوت تلي بيرا مقورة عامل حفلة يا مصراحي؟ لا، أدون ناجي مسافر النهاردة خلاص مش راجع، وأصدقائه بيسلموا عليه. مثل ما بيقولوا بالمصري في 60 داهية. أنا مش عارف أنت ليه مش يحب أدون ناجي؟ ده كويس كتير وحبوب خالص. مزراحي، هات البيرة. اسمعوا الحكاية دي. واحد دمه تقيل وشعره أبيض، دمه تقيل قوي، نايم على السرير وجنبيه موزة. الموزة بتخون جوزها وهو بيخون مراته. المزة مش خايفة من جوزها وهو بيترعب من مراته. وفجأة مراته عملت له تليفون، قام زي ما يكون قرصته عقربة. ألو؟ أيوة أفندم؟ لا، ده أنا في مأمورية، أنا في شغل. وراح حاطط التليفون، وهم حط التليفون من هنا وقطع شحني خالص. التليفون؟ لا، الراجل أبو دم تقيل وشعره أبيض.
هتوحشني قوي قوي مستر ناجي. ما تعوقش علينا بقى. لا كلها كام يوم وهتلاقوني طابب عليكم.